انت شقفت وحدنا كيرا ولسه الك رح تجي وتسلمي علينا بس عذرتك اكيد ما بتعرفي مين نحن. والله هذا اللي كان ناقصنا، بنات زبالين ويجوا يسلموا علينا. يا حبيبتي انا بنت الزبال بس انا بفتخر فيه ما بخجل منه، هو يلي بيخجل من اصله بيكون هو يلي بلا اصل. اصيله. يلا عن اذنكم. صح بيت ما بدها. كثير كلام انت كثير. انت الله يرضى عليك يا روية، ما في داعي للبكي، شو بكي؟ بهدلوني وذلوني قدام كل رفقاتي. وحياة عينك ما حدا تبهدل غير هني، وبكره بتعلمي على كلامي. أنا مالي عين وجه حدا، ما عاد بدي أمسك الكتاب يا بابا، ما عاد بدي أشوف ولا أي مش واحد فيهم. دعاء اسمعي من أبوك، أوعك حدا يكسرك أو يزلك بيوم من الأيام. بنتي طالما إنك مقتنعة إني أنا عم بشتغل بشرف فأنت راسك دائما مرفوع فوق. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. رواق. أنا بدي أدرس وأشتغل بنفس الوقت. اسمعي بنتي، أنت لازم تدرسي وتحطي هدف براسك، ماشي؟ بس بدي أشتغل. إيه. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. بس بتعرفي يا صبايا أنا كثير كثير متضايقة. ليش؟ لانه بابا رفض يغير لي موبايلي، قال شو صار لي شهرين بس مشتريته. يا الله، وانا كمان كثير متضايقه من هي القصه، امبارح بالذات تخانقنا انا وماما مشان غير لابتوب. حبيباتي، انا بعمل شو ما بدي وامتى ما بدي، اني يالي. شفتوا لي على هالشكل يا صبايا؟ ولا على هالتياب لتكون مفكرة حالها بالبيت؟ على فكرة لسه بذكرني بلبس أم مراد. مين أم مراد؟ الشغالة اللي عنا. أو ماي جاد، ليش ما عندكم سريلانكية؟ لا، ماما ما بتحبهم، قال بنت البلد أحسن. هلا خلونا يا صبايا نروح نكحل عنا بشوفة الدكتور الوسيم الأنيق الحلو الجميل. كريتو يقبل قلبي، أحلى دكتور بالعالم. إيه شو هاد؟ مغرور كثير وما بيعبرنا أصلاً. أصلاً ما عم بيعبر غير هالشحابة اللي شفتوها قدامكم. قصدك دعاء؟ إيه طبيعي، ليش مين في غيرها بيلبس هاللبس بالجامعة؟ لأنه أبوها زبال. عم تمزحي؟ لا والله مو عم بمزح، من يومين شفت رفيقة اللي ساكنة بنفس الحارة، خبرتني إنه أبوها زبال. زباب؟ هلا هاي ابوها زباب؟ ايه شو عم؟ امشوا مش تاخرنا على المحاضره. لك يسلم لي يا احلى مهندسه بالدنيا. خلي لي اياك يا احلى اب. قلتلك سندويشة بتاخذ العقل. اوه طحي تمك لشو؟ كمان انت بدك طعمي؟ لك ايه، ليش انا شو وراي؟ انت عم تدرسي انا ما وراي شيء. يلا معلش بغذي افكاري. ايه بابا ما بيكفيك تعبك كل النهار، ليش هيك عامل لي هيك ومعذب حالك؟ لك حبيبتي التعب والهم كله بيروح وقت اللي بشوفك عم تدرسي. خذي لي اياك ان شاء الله انت. بشوفك هيك هيك باعلى المراتب فوق. بشنو؟ احلاها احلى لقمه ما كلها بحياتي. انا بابا بده يروح على شغلي تاخرت. الله ييسر لك تقبرني. تدرسي ها؟ سمعني اذا بدك. هاتي. يا حظي. يلا رشو. ان قانون الكتله يشكل البنيه الاساسيه لقاعده الهرم. دخيل الفهمان انا. يلا باي باي. باي. دير بالك على حالك. على عيني. لك ولا شفتوا لي لينا على هالفستان اللي لابسته؟ يخرب بيتها سوداوية. انتوا ما شفتوا هذا الشاب اللي دبقني؟ احلى شيء انه فقير وما معه مصاري. شفته. لا لا لا، انت ابدا مو طبيعيه، على فكره انا كثير زعلت عليكي. يا بنات ما بتتخيلوا امبارح شو ندمت وزعلت. لك انا فستاني اللي لابسته من عند اهم مصمم ازياء، معقول روحي على هيك سهرات؟ بهدلة. معك. لا لا معي. ناكل يا ماما. شفتوا هالشوفة؟ لك مو قلت لكم انه بتشتغل هون؟ لك
يخرب بيتك يا رهف، من وين بتجيبي اخبار؟ مو مهم منين، المهم انه نوصل له، لان قلبي لسه ما انشفى غليله منه. استنوا علي، اذا ما بخلي نظرات الاعجاب تبع عامر تقلب لذل واهانه ما بكون رهف. الحقوني لالكم. إلا هيك كتير مو كتير صبايا؟ مو معقول، وين ما بنروح بتطلع عنا بخلقتنا. اصلا ادارة المحل كيف رضيوا يشغلوا بنت زبال عندهم؟ يا امشوا امشوا، خلونا نروح ناكل بمحل تاني يكون انضف. قلتي لان هون ما بيتاكل زبالة. بس كثير انبسطنا امبارح عن جد. ما عجبني ابدا الجو، ما حبيت. لك انت نكده. شو صار معي؟ هون القاعة عند الدكتور. صباح يسعد هالصباح. صباح الفل والياسمين والعنبر والعسل. شو وانا زميلتكم دعاء؟ الهيئة تركت الدراسة ومو حمل ابدا. لا أنا فقيرة كتير. على الأغلب هيك صالح. ايه نعم انا ابو صالح. عفوا مين حضرتك؟ انا الدكتور عامر العاصي، دكتور بنتك بالجامعه. وهذا السبب يلي تركت بنتي في الجامعه. شبنا دعاء، انا بعرفك اذكى من هيك. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ جايتك كثير غالي على قلبي يا دكتور، بس انا كثير موجوعه، يعني اعذرني ماني قدرانه احكي. يا الله يا بابا، يا ريتك ما قلت له شيء. شو بنا دعاء، ليش هيك عم تحكي؟ الدكتور قلبه عليكي ومو هين عليه تتركي جامعتك مشان كم وحده فارغين عقل. مزبوط كلامك عم دعاء، هدول البنات ما بيحبوا حدا يكون احسن منهم، فارغين بالحياه مو همومهم شيء بالمره، ولازم ما نوصلهم لهدفهم. منشان هيك بدك توعديني بكره بتجي على الجامعه والدم. الله حي أصلك يا دكتور، الله يطول عمرك. ولو يا عمي أبو صالح، هاي الدنيا ماشي؟ ما بتروح ولا لتشرب قهوة. قومي بابا قوم، الله يرضى عليك. يلا حاضر والله. أهلا وسهلا دكتور عامر، خير؟ خير خير إن شاء الله. أنا آسف بدي أخذ من وقتك، بس في مشكلة هيك كبيرة بخصوص الصبية مع رفقاتها، وانا بعرفك انك ما بتحب الظلم، فقصدك. تفضل تفضل تفضل. انا اسف يكون عندي من نماذجكم. اولا هون مؤسسه تربويه، بعدين بتكون تعليميه. معقول توصل معكم لمستوى اهانه واذلال زميله لكم شريفه وابوها انسان شريف منشان ترضوا غروركم؟ على كل هذا انذار، المرة الجاية فصل من الجامعة. دكتور بعد اذنك انا بدي احكي كلمة. تفضل. دعاء، انا حبيت احكي معك هالكلمة قدام رفقاتك كلياتهم منشان يسمعوا منيح انك انت بنت فهماني الحياة صح وبنت اصيلة. اما رفقاتك يلي مفكرين حالهم انه هن مفهمانين الحياة صح، هن بيكونوا غلطانين كتير. انا كنت عم بسمع كل شيء عم بيقول لك اياه، بس انت بنت كبرتي بعيني، لانه يلي فيه اصل هذا الوحيد اللي لازم يكون شريك بالحياة. والشيء اللي كبر بعيني اكثر انك ما تعيبتي بابوكي، وهذا الصح. منشان هيك حابب اقول لك قدام رفقاتك
انه انا طالب بيدك على سنة الله ورسوله، ويا ريت انك تقبلي. اكيد فيك. شكرا دكتور. مبروك دكتور عامر. الله يبارك فيك. مبروك دكتور. مبروك دكتور. الله يبارك فيكم. مبروك. بدي انصحكم نصيحة، يا ريت تفهموا الحياة صح، لأنه الحياة مو مثل ما انتم فهمانينها، صدقوني.